هذا عصام عكرماوي مباشرة من اسطنبول بمزيد عن هذه الزيارة. عصام، هي غير عادية ونعلم المصاعب الأمنية والأيديولوجية التي تواجهها أنقرة في ديار بكر. بالفعل نور، الرئيس أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدرم شرعا في جولة في كافة المحافظات التركية لحشد التأييد للاستفتاء الذي سيجري في 16 من هذا الشهر. ديار بكر لها أهمية خاصة بأنها كما ذكرت هي محافظة يغلب عليها الأكراد، هي أيضا معقل للهوية الكردية سواء كانت من خلال حزب الشعوب الديمقراطي الممثل حاليا في البرلمان أو في السابق من مؤيدي حزب العمال الكردستاني المحظور هنا في تركيا، لذلك تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة. لكن ما حدث بالأمس أن كان هناك مهرجانان في إقليمين مختلفين في أرض روم أحدهما ألغيا لأن الرئيس أردوغان يعاني من توتر في حنجرته، فقد صوته لأنه في خلال الأيام الماضية كان يلقي المحاضرات والخطب في العديد من الاجتماعات الجماهيرية. صدر أمس بيان عن رئاسة الجمهورية يقول أن رئيس أردوغان يشعر بإرهاق وتعب وأنه فقد صوته، لذلك فإنه ألغي المهرجان أمس. لذلك لا نعرف فيما إذا كان أردوغان سيتوجه هذا اليوم إلى ديار بكر للمشاركة في الحشد الجماهيري كما كان مقررا. شكرا جزيلا مراسل بي بي سي عصام عبد الله مباشرة من اسطنبول. عصام عكرماوي للتصحيح، شكرا جزيلا لك عصام. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش